وصلنا لفقرتنا الأخيرة نور. أكيد ليا، فقرتنا الأخيرة بدنا نحكي عن عالم الأطفال، هذا العالم الجميل لكن الصعب بنفس الوقت. كيف فينا نتعامل مع أطفالنا اليوم، نمنحهم الحب والعاطفة لكن بطريقة فيها نوع من التوازن مع كيفية الانضباط والتعامل معهم بتربية صحيحة؟ كيف فينا نفرق بين الحزم والشدة؟ تفاصيل كتير رح نحكي عنها مع نغم طربي، أخصائية تربوية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك ويسعد صباح المشاهدين. أهلا وسهلا فيك يا نغم. يعني أهلا. بالبداية كتير عم نشوف هلأ الأولاد عم يعزبوا، صاروا زمان مخلصين يمكن مدرسة بظل الظروف يلي عم نمرق فيها، ولكن دائما بنشوف في عياط في حزم، لكن خلينا اليوم نحكي شو الفرق بين الحزم وبين الشدة. طبعا موضوع كتير مهم فيما يتعلق بالمصطلحات التربوية. نحن كأهل بنحب يكون عندنا شدة، بنفكرها هي الطريقة الإيجابية بالتعامل مع أطفالنا. تدخل المصطلحات مع بعضها، ما بنعرف تربويا شو هي الطريقة الأفضل للتعامل معهم. ضروري نحن نخلي الطفل يلتزم بالحدود والمبادئ والقوانين اللي وضعناها بدون ما نفقد عامل المحبة والمودة بيناتنا، بدون ما نفقد واجبنا نحن كأهل بوضع هاي القوانين والمبادئ. يعني كتير حلو الطفل يشارك بوضعه. إمتى الأم بتعصب؟ بنلاحظ لما الطفل ما ينضبط بهي القوانين والمبادئ. هون الأم بتعصب، بتلجأ لأساليب الإهانة، هي الإهانة مثلا بالصوت، ممكن بالضرب، الإهانة الجسدية، بتكون شخصية طفل ضعيف. هذا الطفل بيكون غير قادر على الاندماج مع الآخرين، على التواصل معهم، بتكون شخصية ضعيفة بسبب الإهانة اللي تعرض لها من قبل الأهل. فالحزم هي مهارة، هي أداة من أداة التربية لازم نستخدمها لأنها بتسهل علينا كثير من القصص بالتعامل مع أطفالنا. بس لازم نعرف نستخدمها يمكن بطريقة صحيحة وسلمية. خلينا نحكي لحتى ما نوصل لهي المرحلة، لحتى ما يكون في عندنا طفل ضعيف يكون في عنده مشاكل نفسية. كيف هي الأم اللي عم تتابعنا اليوم أساساً؟ يعني الأم عم تتعرض لظروف جسدية ونفسية واقتصادية ومعيشية صعبة، فأحياناً عم يكون طريقة التفريغ بالطفل تماماً بطريقة غير سليمة. لكل السيدات اللي عم تتابعونا بعض النصائح، كيف بدي بلش ابني عمره سنتين ثلاثة؟ هون ببلش التربية، كيف فيني اتعامل معه؟ كيف فيني فرق بين الحزم والشدة بطريقة صح؟ بالبداية نحن لازم نستمر باستخدام الحزم. يعني مثل ما حكينا الحزم هي التمسك بالرأي، نحن نتمسك برأينا. من أي سنة؟ بنلاحظ من هو عمره السنة. سنة ضروري نبلش معه من هو وصغير. فنحن لما بنتمسك برأينا والطفل بيعرف انه الماما لما بتحكي كلمة لازم تتنفذ، طبعا عم نحكي بمحبة، نحن عم نروح لأسلوب الحزم مو للشدة. كتير أطفال كتير أهالي بتخبرنا انه أنا لما بدرس ابني بعصب. هون بنقول لها لا تدرسي، لأنه طالما صار في تعصيب وفي إهانة هون رحنا لموضوع الشدة. ماما الولد كره وحقد وانه كراهيه وحقد، فضروري نحن نستخدم الحزم من البدايه وما نمل. في عندنا اهالي تستخدم مثلا مره مرتين الحزم وبعدين بتصير بتمل انه انا خلص ما عاد بدي هيك. لا، كثير حلو انه نعلم الطفل الالتزام، هو التزام بنظام معين منه صعب. والاهالي ما يملوا، يضلوا مصممين على رايهم. وبنشوف بس اول ولد يمكن اللي بياخذ النصيب الاكبر من الحزم والشده مع بعض. نغم خلينا نحكي نقطة كتير مهمة، كتير في من العائلات هن ساكنين مع بعضهم، يعني ساكنين مع تيتا وجده أو ساكنين مع قرايبينهم. اليوم بنشوف الدلال الزايد عند القرايبين، بتقولهم روحتوا لي كل تعبي وكل جهدي كل هيبتي تماما، الهيبة كلها بيروحوا لهم ياهم، خاصة تيتا وجده. اليوم خلينا نحكي كيف لازم تكون يمكن الحزم مع الاهل، مع الاهل قبل الولد. هو الشيء المنيح هذا اللي بدنا نفرق بينه، بين الحزم والشده. الحزم هو الشيء المنيح، يعني انا لما بدي خلي ابني يسمع كلامي بابتسامة، يعني إذا سمحت ساوي هيك، مو هيك ما رحت للشدة. دائما نحن بنعاني من هذا الموضوع، الأطفال الصغار لما بيروحوا لعند التيتا هن ببطلوا يسمعوا الكلام خالص. هون وما بنفرق بين الدلال والتربية، يعني كلمة نعم للطفل هي كتير بتضره. أساسا بتبني شخصية هشة، الطفل غير قادر إنه يعتمد على حاله، بصير بيتكل على أهله وبيتكل على التيتا. كلمة لا كمان بتأثر على شخصية الطفل، إنه طيب أنا إذا قلت للطفل لا، ليه؟ شو السبب؟ بدي أعطيه أسباب مقنعة إنه أنا قلت لك لا. أطفال بتعيش ببيئة غير آمنة، كيف يعني؟ إنه هن ببيئة، أنا إذا بدي أسأل بيجي ابني بيسألني، معلق أعمل هيك؟ أنت حر،
ما عليه اعمل هيك انت حر. هذا الموضوع كثير غلط. بصير الطفل حتى وهو ماشي حتى اذا بيكون عم يشرب مي ما بيحس بالاستقرار. انا بدي يكون انا دائما مع ابني. الاطفال اللي بيعيشوا ببيئه ناضجه يعني نحن بنستخدم النعم ولا وانت حر. كيف بيجي ابني بيسالني انه انا ماما بدي اروح على الملعب بس بدي ارجع الساعه 7. اوكي روح على الملعب بس بترجع الساعه 5. طيب ما عليه احكي مع رفقاتي، انت حر احكي مع اللي بدك اياه. هيك بصير هذا الترابط. نعم ولا انا وجهت الطفل واعطيته الشيء الصح، يعرف الصح من الغلط وهو اختار. فهي الامور كلها بتساعد الطفل، بتبني شخصيته، بصير هو بيعرف يقرر. طيب خلينا نحكي، قلتي نقطه مهمه انه من عمر السنه فينا نبلش بقصه الحزم مش الشده. عم نشوف بالاونه الاخيره في عبر مواقع التواصل الاجتماعي عم نشوف حالات تعنيف للاطفال من قبل اهاليهم بطريقه جدا مرعبه ومخيفه. طفل عمره 3 سنين 4 سنين امه عم تعنفه، أدت لحالات وفاة حتى أب عم يعنف. هون كيف بيوصل لهي المرحلة؟ كيف فيني فعلا أنا أتعامل مع الطفل؟ يعني البيئة كلها مش سليمة، يعني الأكيد طبعا. الأب منه سليم نفسي، بس عم نشوفها بطريقة كتير كبيرة مخيفة بالآونة الأخيرة اليوم. هلأ الأهالي اللي بيستخدموا هي الأساليب مع أولادهم هن أساساً عم بيعانوا من مشكلة نفسية تفريق. تمام. أنا طبعاً بفرغوا بالطفل، يعني بيكونوا معصبين. بنشوف كتير أهالي مثلاً أب فات على البيت معصب، بصير هو بده يستخدم أسلوب بفكره هو الأسلوب الصح. الحزم، يلا مثلاً صار وقت الدراسة لازم تقوم. طيب ما أنت معصب كيف أنت بدك تعطي قرار؟ هو الإنسان لما بده يعطي قرار وهو معصب رح يكون قراره غلط. فكيف نحن اذا عم نوجه سلوك طفل؟ صحيح. عرفتي كيف؟ فهذا الموضوع كثير بيأثر على الاطفال، انه نحن بالبدايه لما بدنا نستخدم الحزم نكون متمسكين براينا، نكون مقتنعين، شارحين له للطفل انه انت نحن الحزم بتعني هيك، مقتنع فيها، وما نستخدمها قدام الناس. يعني يجي على بالي انا انه يكون هلا نفذت سلطتي عليه قدام الضيوف تماما، انه هيك الطفل اكيد ما راح يسمع الكلام، واذا سمع الكلام بيكون اجباري. يعني انا بس خجلان من الموجودين بالاكراه قدام الناس كمان شيء كثير غلط. هذا بيأثر كثير على نفسيته تماما، لا يعني امام الناس ولا حتى بالبيت، يعني امام نفسه الطفل بيصير ضعيف. نغم خلينا نحكي نقطة اليوم، كثير بنشوف انشغال الأم وانشغال الأب اللي بيفضى بينفذ لحالات الحزم والشدة عند الطفل. اليوم مين المفروض اللي يكون حازم، الأم ولا الأب؟ اليوم مين المفروض يدلل، الأم ولا الأب؟ في شيء عم يكون ضايع بالبيت اليوم. إلى خلاق الأم تكون حازمة، اليوم الأب ما له خلاق يدلل، عرفتي شو؟ يعني عم نشوف لازم توزيع الأدوار. كيف بتم توزيع الأدوار؟ توزيع الأدوار إنه نحن مثلا إذا كانت الأم بموقف حزم الأب عادي إذا دلل. غلط كتير إنه هنا الاثنين يكونوا حازمين. وحكينا نحن الشدة ممنوع نتعامل فيها مع الأطفال، لأنه في أسلوب كتير أحلى وأرقى بالحزم، بتعطي نتيجة أكثر من الشدة. فهون نحن وكتير مثل ما تفضلتي حضرتك إنه بيكونوا الأهل عندهم شغل بيرجعوا على البيت ما لهم خلق، لا، لأنه الطفل مو ذنبه. نحن التربية كتير صعبة، ما أنا سهلة، وتعديل السلوك صعب، هي مسؤولية الأهل. الأهالي اللي مو قادرين يعدلوا سلوك أطفالهم يربوهم، لا حرام يعني، لأنه بالنهاية مسؤوليتهم لألهم. تكامل الأدوار بين الأب والأم، هي التكامل. هلا الأم لأنه تلاقي بتقعد فترة أكبر مع الطفل هي بتستلم الحزم نوعا ما، بطبعة بتكون أحن، بس أحيانا لأنه هي بتقعد مع الطفل فترة هي بتكون الحازمة، الأب لأنه ما كتير بيقعد تلاقيه هو اللي بيدلل الزيادة. تماما تبادل الأدوار وعدم كسر كلمة الأم قدام الطفل من قبل تماما. الأب قديش كمان بتلعب دور بإنشاء أكيد طفل. هلا أهم نقطة كثير الأهالي بيكونوا متفاهمين على هذا الموضوع، إنه مثلا حتى إذا إجا مثلا ابني وخلي إنه بدي أعمل هيك بدي أروح هذا المشوار، بنكون نحن متفاهمين على موضوع إنه لا تمام. بس مهم إنه نحن ما نبين إنه خلص هذا المشوار ما بيصير نروحه. التفاهم بين الأب والأم كتير ضروري، مو واحد يقول إيه واحد لا. واحد مثلا في كتير أهالي من صادفة بتضرب الولد، لا ليه ضربتيه، ليه مديتي إيدك عليه، ليه هيك؟ طب أوكي ما بيصير تضربيه أكيد، بس كمان في أسلوب بيجيب نتيجة أكتر، لأنه الضرب حرام يعني، وخصوصا للأطفال الصغار بنشوفهم حتى بالشارع أمهم ماسكتهم أو عم تضربهم أو هي عم تعمل لهم إبنهم.
يعني كثير حرام. ايه يعني عم نشوف يمكن حاله من التعب النفسي لدى الكل، مشان هيك يمكن عم تنفش بالاولاد مثل ما بيقولوا، بس هن مو ذنبهم، مو ذنبهم تماما. فبالختام نغم خلينا نحكي نصائح كيف منخفف ستريس عن حالنا، كيف منكون عادلين باعطائنا للحزم وللدلال للاولاد. بالبدايه نحن لازم نكون شو ما كنا عم نعاني من ضغوطات نفسيه، الاطفال ما دخلون ان دائما نشعر انه الطفل مسؤوليتنا، تربيته مسؤوليتنا لنا. اسلوب الحزم كثير ضروري نتابع فيه، حتى لو كان الطفل، الاطفال كثير عنا بترفض بتتذمر، مثلا في اطفال بتصرخ، بنلاحظها انه كثير اطفال لما بتدخل للروضه بالبدايه طبيعي انه هي اول ما بتدخل تكون جو جديد عليها، تبكي تصرخ، فالامهات شو بيساووا؟ خلص اعطيني ابني خليني اروح. طب ما هذا انت عم بتعلمي ابنك انه يلجا للصراخ والبكاء لحتى يعمل الشيء اللي بده اياه، ما بتاثر عليه بس بهذا الموضوع، بكثير اشياء بتاثر عليه. فانا بتمنى من كل الامهات يستخدموا اسلوب الحزم مع اطفالهم، لانه هي الطريقه الصحيحه لحتى توصلنا لنتائج كثير حلوه. نعم اكيد في فرق بسيط او شعره صغيره بين الحزم والشده، انت بتقدري تحدديها كأم. بتشكري بالختام على وجودك معنا، نوجه تحيه لكل الامهات اللي عم يربوا اولادهم ضمن ظروف استثنائيه. في تعب كثير كبير، بس بالاخير هي بذره، انت هي معادله صعبه ان نعلم الطفل الحدود وبنفس الوقت نحافظ على مصطلح المحبه غير المشروط. أكيد. اني انا بحبك على الرغم من انك اخطات. شكرا كثير يا نغم، وشكرا على النصائح اللي قدمتي لنا اياها. يسعد صباحي. صباحك اهلا. اكيد عالم الطفوله والطفل يمكن احلى شيء بالحياه، بس لازم نقدر. الله يخلي لك ليلي، احلى شيء ليلي الحلوه هي عم تاكل معكرونه امبارح، ما في احلى منها حبيبي. احلى شيء بالحياه ليلي. الله يحميك ليا، هيك ان شاء الله بشوف اولادي.